ثلاث امور هتحصل لك او هيحصل لك حاجه منهم لو انت رايت التمساح او التماسيح في المنام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحه والعافيه دايما يا رب. رؤيا التمساح او التماسيح في المنام من الرؤى اللي بتشغل بالنا كتير، وطبعا هي من الرؤى المخيفه نظرا لان التمساح في الحقيقه طبعا كتير مننا او كلنا بنخاف منه. اكيد لو حد شاف تمساح هيجري، يعني مش هيروح ياخده بالحضن. فالنهارده انا هكلمك على ثلاث امور هيحصلوا لك او هيحصل لك حاجه منهم لو انت شفت التمساح في المنام. بس في البدايه محتاج اقول لك حاجه مهمه جدا، وهي ان المفسرون اغلبهم اتفقوا على ان التمساح رجل لا يؤتمن او رجل لا يؤمن شره، يعني ما بنأمنش من شره، من صديق او عدو. يعني صديقه يخاف منه وما يؤمنش شره، وعدوه برضه يخاف منه وما يؤمنش شره. ده اغلب المفسرين قالوا عن رمز التمساح هكذا. لكن لما نيجي نفصل تفاسير رؤيه التمساح في المنام هنلاقي ان في ثلاث امور زي ما قلت لك هيحصلوا لك او هيحصل لك حاجه منهم لو انت شفت التمساح في المنام. بس قبل ما ابدا في ذكر الثلاث امور دول، اتمنى لو انت جديد في القناه تشترك في القناه، ولو انت معايا قديم في القناه تضغط على زر اللايك وتدعي لي دعوه في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا حباب قلبي نسمي الله ونبدا في ذكر التفاصيل والتفسير بالكامل ان شاء الله. اول امر هيحصل لك باذن الله عز وجل لو انت رايت التمساح او التماسيح في المنام هو التخلص من المشاكل والتخلص من الهموم والانتصار على الاعداء والانتصار على عدو، والعدو ده ممكن يبقى صعب في حياتك. وده لو انت رايت ان انت في تمساح قدامك وقدرت تهرب منه باي وسيله من الوسائل، يعني شفت تمساح وقدرت تجري منه، شفت تمساح وقدرت تهرب منه، شفت تمساح وقدرت تتخلص منه وتقدر تتخلص عليه، شفت تمساح وقدرت ان انت تجرحه. فرؤية الهروب او التخلص من التمساح بكل احوالها بتدل على النجاة والتخلص من المشاكل والضغوطات والنجاة من الاعداء والنجاة من عدو، وزي ما قلت لك عدو قوي او عدو صعب. فده الرمز الاول او ده الامر الاول اللي هيحصل لك لو انت شفت التمساح في المنام. اما تاني امر هيحصل لك بفضل الله عز وجل لو انت رأيت التمساح في المنام هو ان انت تخلي بالك من النصابين والحراميه اللي هم السراق، الناس الحراميه اللي ممكن يجوا في منزلك. يعني خلي بالك من السرقه او النصب، في ناس حواليك نصابين او حراميه وبيحاولوا ان هم يسرقوك او ينصبوا عليك. وده لو انت شفت تمساح في منزلك، رؤيه التمساح في المنزل بتدل على النصابين. اما رؤيه التمساح في الشارع، يعني انت رايت تمساح في الشارع، فهذه رؤيه تدل على برضو النصابين والحراميه والناس اللي هم مش كويسين. اما ثالث امر هيحصل لك لو انت رايت التمساح او التماسيح في المنام هو ان انت عندك جار سوء او عندك حاقدين او عندك حاسدين او منافقين من الدايره المقربه منك. ده لو انت رايت اكثر من تمساح في المنام، يعني لو انت شفت اكثر من تمساح في المنام بيدل على الحاقدين او المنافقين اللي موجودين حواليك. وكذلك برضو لو انت رأيت ان في تمساح امامك هجمك وقدر ان هو يعورك او قدر ان هو يأذيك او قدر ان هو يقضي عليك او قدر كمان ان هو او انت شفت حتى تمساح وما هربتش منه، كل هذه الرؤى تدل على وجود اعداء ومنافقين وحاقدين. واسأل الله ان هم ما يصيبكش بضرر، لان المنامات دي بيبقى تفسيرها مش حلو وبيدل على ان في ناس او حاقدين او حاسدين بيأذوك سواء بالكلام او بالفعل. فبكده نكون فصلنا اغلب تفاسير حلم رؤيا التمساح في المنام. اتمنى تكونوا استفدتم من التفسير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.